السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا بيوم جديد ووصفة جديدة. والنهاردة بأمر الله هنعمل ايه؟ هنعمل البسيسة بطريقة جميلة جدا تخليك ان انت تقدري تعمليها كل يوم بأمر الله. نبدأ ونسمي بالله. معايا كوبايتين دي الذرة، اللي ما يعرفش دي الذرة ده هتلاقي عند اي علاف، هتلاقي عنده دي الذرة، وده دي لجميع الاغراض اللي هو بتاع الكيكة. ومعايا ايه تاني؟ معايا كوباية سكر، معايا نص كوباية زيت ذرة، معايا كيس بيكنج باودر وذرة ملح، معايا كوباية لبن، ومعايا بيضتين بعملها ببيضتين اتنين بس. اي كيكة بعملها ببيضتين، اذا كان بسيسة، اذا كان كيكة الشوكولاتة او اي حاجة، بيضتين بس. ومعايا نص معلقة فانيليا، نص معلقة فانيليا. ونبدأ ونسمي بالله. هنبدأ الحاجات اللي بتتحط في الخلاط، المواد الجافة كلها مع بعض. ادي ذرة الملح والبيكنج باودر، ونحط الدقيق، دقيق الذرة والدقيق العادي، ادي ده كله مع بعضه. عرفنا المواد الجافة اللي هتتحط مع بعضيها، كوبايتين دي ذرة، كوباية دي عادية لجميع الأغراض، كيس بيكنج باودر، ذرة ملح صغيرة، نقول المقادير تاني، الجافة كوبايتين بسيسة، كوباية دي لجميع الأغراض، كيس بيكنج باودر، ذرة ملح. كده خلصنا من مواد الجافة. نحط بقى ايه؟ البيضتين وعليهم ايه؟ وعليهم السكر، وعليهم كوباية اللبن، ونص كوباية زيت الذرة، نص معلقة الفانيليا، بيضتين، كوباية لبن، كوباية سكر، نص كوباية زيت ذرة. ما ينفعش بالزيت العادي، البسيسة بزيت الذرة، البسيسة بتتعمل بزيت الذرة. وحطينا نص معلقة فانيليا، لو انت عندك اكياس حطي 3 اكياس او كيسين اللي يعجبك. العادية بردك اللي هي السايلة دي حطي بردك نص معلقة او معلقة منها. هضربهم في الخلاط. وعبال ما اضرب الحاجة في الخلاط، نسيت اقول لكم على حاجة. بجيب صينية واقوم دهناها زيت، ودلوقتي مولعة الفرن على درجة حرارة 180 180، وبحطها على الرف اللي في النص، بحطها على الرف اللي في النص، بتقعد لها ساعة الا تلت، ساعة الا تلت. وانا برضك هظبط الساعة واقول لكم قعدت قد ايه بالظبط. ودلوقتي اهو هضربها في الخلاط معاكم. ودلوقتي خلطناه اهي 8 دقايق بالظبط. ابتدي احط ايه؟ واحده واحده الدقيق بتاعنا، مش كله مره واحده، لا، حبه حبه. وابتدي وارجع اضيف، يعني اضيف الدقيق على 3 مرات، تضيف الدقيق على 3 مرات.
وادي الصينية اهي مقاس 34، وادي البسيسة خلطناها. بص القوام بتاعها عامل ازاي. انا عايزة القوام بتاعها كده، ولا اخف من كده ولا اتقل من كده، تطلع صينية بسيسة تحفة. اعمل فيها كده عشان تتظبط، ما تبقاش علي واطي. وادي اهي بعد ما خرجت من الفرن قعدت زي ما قلت لكم ساعه الا تلت بالظبط. بص هحط السكينه كده اهي، ما فيهاش حاجه اهي، فاضيه اهي، اعرف انها استوت. سمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. قطعيها بقى زي ما تحبي، تقطيها اللي تعجبك انت. نطلعها في الطبق دلوقتي مع بعض. وادي اهي انا استنيت لما هديت عشان كانت هتفرول مني خالص. ما تقطعيش اي كيكه او اي حاجه بسيسه او كيكه او اي حاجه وهي سخنه، تستني لما تهدى خالص. بصي ما شاء الله الخرطه قد ايه، بصي سمكها، بصي اللون الذهبي التحفه ده. النهارده بقى مش حاجه ساقعه، لا جنبها كوبايه شاي بالنعناع تحفه. تاخدي خرطه بسيسه وكوبايه شاي وتقعدي في البلكونة قاعدة ملوكي. لو عجبتكم وصفة النهاردة وعجبكم البسيسة بتاعتي، ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.